شيفر سانتي. في شيبر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام اللي تخص الواقع الطبي والصحي في تونس وخاصة في ولاية القيروان. اليوم مش حكي لكم على التقرير المسحي الاجتماعي اللي شمل 300 المرأة عاملة في ولاية القيروان، هذا في إطار العنف ضد المرأة في الوسط المهني، وهذا اللي قامت به الافتديس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن أوضح التقرير أنه شمل 300 المرأة عاملة من 7 معتمديات من ولاية القيروان، وتتميز بتدني المستوى الدراسي ومحدودية التكوين اللي يسبق مباشرة العمل في إطار وضعيات الشغل الهش، حيث أن أغلبية النساء العاملات المستجوبات 59% منهم ما يتجاوز مستواهم الدراسي المستوى الابتدائي والإعدادي، وتوزع على سياق تشغيلية تنتشر في المؤسسات الخاصة والمنشآت العمومية، من ذلك أن 44% من المستوجبات يشتغلن في قطاع الصناعي ويشتغلن في ظروف عمل غير صحية وعقود شغلية هش مع عدم احترام المعايير التشغيل اللائق، فيما يشتغلن في قطاع الفلاحي 24% من مجموعة 300 عامل، وضعيتهم سيئة جدا مقارنة بالفئات المهنية الأخرى، ويتعرضن لكل أشكال الحيف والاستغلال والتمييز والعنف بجميع أشكاله، فيما يشتغلوا في قطاع الحظائر 17% ممن شملهم المسح، ويوجد في المؤسسات العمومية ويتم تكليفهم بأي مهمة أو وظيفة فيها شغور مثل الحراسة، نظافة الحديق والحمول، وتشتغل بقية في قطاع المناولة تحت مسؤولية شركة مختصة وتغيب فيها كل الحقوق المهنية للمرأة العاملة، حيث يتنصل العرف من جميع مسؤوليته. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لي.